لازم تحضر شهود معاك ولا ما يقبلون الوكالة ما يوافقون عليها إلا إذا صدقت من الغرفة التجارية. يا أخي مشاكل المواطنين ما تخلص هذه. صدر عليك أمر بالسجن لأنك متستر. يا أخوي صار لي أسبوعين رايح جاي. أنت أمر أمر مدام عندك واسطة. النظام يقول كذا. النظام رحمة ما بنقمة. يا أخي خذ ملفك وراجعنا بعد يومين الله يصلحك. صار لي 13 سنة وما ترقيت. الوجه البريء ذا وش مخدرات؟ اقعد بس اقعد. تفضل. دخلت الحجز؟ اي نعم. تفضل. الو اخوي يوسف الله يخليك الحق علي انا في الشرطه. لا 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 الموضوع بسيط دين وما سددته. ايه لا لا طالبين كفيل حضوري. الله يسلمك بسرعه الحق عليه. الله يخليك شكرا اخوي يوسف. مع السلامه. مع السلامه اخوي يوسف. ها لقيت منك فلك؟ اي نعم يا طويل العمر. طيب ورا ما قلت لان قضيتك اسمعك تقول دين. والله يا طويل العمر هو انا 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 قلت خلي لي نجي عشان تعاملكم ما ودنا بالفضايح. ما تبي فضايح عسكري. سم طال عمرك. حطه في التوقيف لين يجي اللي بيكفله. بيجي الحين. تفضل.
هذه الكفالة وقعنا. تراك يا أخي يوسف بكذا تتحمل مسؤولية إحضار، يعني لازم تكون تعرف مقر بيته وعمله. طبعا أنا أعرف بيت الأخ ناجي، الأخ ناجي جارنا، بعدين مقر عمله هو يشتغل في الدفاع المدني عسكري ولا لا؟ صحيح صحيح صحيح، عارف كويس. أجل ما دامك تعرف مقر بيته وعمله تقدرون تروحون. طيب أخو يوسف تفضل معنا بآلة شاهي على الماشي. الله يسعدك إن شاء الله يا رب. مشكور حبيبي ناجي، والله أنا عندي شوية شغل الحين. الحقيقة أنا عاجز عن الشكر، والحقيقة ما أدري وش أقول لك يا حبيبي. لا معروف ولا شيء، الناس البعض يا أخوي، أهم شيء تحل موضوعك وقضيتك معهم. طبعا طبعا، أنت عارف أن اليوم ما راح أسوي أي شيء إلا بس أحل الموضوع هذا والقضية هذه. لا تخاف يوسف، أنا أخوك. الله يعطيك العافية إن شاء الله. يلا حبيبي يلا، مع السلامة. أقول أخو يوسف، ما ألاقي معك 50 ريال؟ ابشر حبيبي ابشر. أقول يوسف خلها 100. تحت أمرك، تفضل. خلها 150. وعليكم السلام. يا هلا اخو يوسف، شخبارك وشلونك انت؟ عساك طيب. والله بخير. كيفك ناجي؟ طيب ان شاء الله. والله الحمد لله الحمد لله يا سيدي. وينك يا رجل؟ لا اتصلت فيني، لا طمنتني على الموضوع. اي موضوع؟ اي موضوع؟ موضوع الشرطة وموضوع الكفالة. يوم انك تكفني من الشرطة. ايه ايش صار على الموضوع؟ لا بشرك تددت في نفس اليوم، وبشرك انا كل يوم انا اسافر حتى في المطار ما حد كلمني ولا حد قال لي شيء. والله برافو عليك، تمام عليك. تتغدى معي؟ مشكور مشكور اخو يوسف، توني متغدي والحمد لله. الحمد لله حقيقه. انا بحاسب المطعم. ايه بس معك 50 ريال؟ سم معك 50 ريال؟ ابشر. الله يبشر خيرك يطول لي عمرك حبيبي. الله يبارك فيك. اقول سم خلها 100. 100؟ ايه 100. الله يكثر خيرك. هذه 100 تفضل. شكرا. الله يبارك. اي خدمه طال عمرك حبيبي. الله يبارك. الله يسلمك. سلام عليكم. وعليكم السلام. ناجي ما حاسبت المطعم؟ ابصرف وبرجع. طيب والله مسكين مسافر الكويت ما معه فلوس. يلا ايوه والله جاء وقته. فين انا؟ ايوه ايوه نعم. الو مرحبا، الاخ يوسف؟ معك يوسف. من معي؟ معك قسم الشرطة، ولازم تحضر في اقرب وقت اذا تكرمت. الشرطة؟ احسن ما شرطوا. تعال وانت تعرف بعدين وش السالفة. مع السلامة. طب لو سمحت يعني. لا حول ولا قوة الا بالله، وش السالفة؟ يوسف ايش فيك؟ ليش انقلب وجهك؟ ايش اللي ليش انقلب وجهي؟ هذول الشرطة. شرطة؟ ليه؟ اسمع انت، انت جيت هنا سويت لي فيها ابو الفزعات على انك تكفل حضوري، والحين يلا حضر الرجال ولا تراي بحطك مكانه في السجن لين يجي. افا سجن؟ شو الكلام هذا طال عمرك؟ انا كافل الرجال قبل 6 شهور وشفت هذا ناجي بعد شهر من الكفالة، قابلته وقال ان الموضوع انتهى وما في اي شيء، شلون طالبون فيه الحين؟ شوف قال لك ما قال لك هذا مو بشغلي. انا بيك تحضر الرجال بصفتك الكفيل الحضوري وبس. طيب الله يسلمك، يعني وينكم الست شهور هذه؟ ما طلبتوه جبتوه؟ الرجال ما صدر عليه حكم المحكمه الا قبل اسبوع، والحين نبغاه علشان ننفذ الحكم. الله 6 شهور عشان يصدر حكم؟ طيب 6 شهور هذه يعني المعامله وين راحت؟ الست شهور هذه كانت المعاملة رايحة جاية إلين صدر الحكم. يا جماعة كان قلتوا لي خليك حول الرجال تراني بيه. الحكم ما وصلنا إلا أمس، واسمع تراي متعاون معاك وأقولها لك للمرة الأخيرة، يا تجيب الرجال يا حطك مكانه.
وبعدين انت ما تقول انك تعرف مقر بيته وعمله. الا خلاص انقذ وجبه. خير ان شاء الله. ابى انقذ وبجيبه. السلام عليكم. هلا والله. عليكم السلام. يعطيك العافيه اخوي. الله يعافيك. سم الله يسلمك حبيبي. جاركم ناجي ما هو موجود؟ ناجي؟ ايه الله المستعان. ناجي من زمان طالع، لا ولا 5 شهور ما سدد الايجار بعد. عفا عفا ما عفا. 5 شهور؟ ايه انحاش. انحاش؟ على قولتهم فص ملح وذاب. طيب اقول لك الله يسلمك، يعني وين راح؟ وين سكن؟ وين نقل؟ والله يا الحبيب ما ادري وين راح. انا بصراحة يعني ماني جاي هنا عشان اسيل الاخ ناجي في عمله، لكن الشرطة تبغاه وانا بصراحة متورط. والله شوف، تسأله ما تسأله الرجال ما عاد هو عندنا الان. شلون؟ نقل يعني؟ لا فصلوه، هذا مو بحق شغل اصلا. افا فصلوه؟ شلون كذا يا اخوي؟ ما يصير يفصلونه كذا من باب الطاقة يعني. طيب ينسقون، عنده قضية معلقة، ناس كافلينه يا اخوي، ما بتنسيق؟ والله هذا مو بشغلنا. بعدين قل لي بالله عليك، وش اللي ورطك مع الاشكال دي؟ امري لله. طيب اخوي الله يرحم والديك، يعني ما تعرفون العنوان؟ ما تعرفون وين اشتغل؟ والله ما ادري. أنا السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا الأخ. أنت بخيت؟ طيب من الأخ؟ أنا اسمي يوسف، ما تعرفني، لكن ناجي يعرفني كويس، وجايك الموضوع مهم يخص أخوك ناجي. يا الله، حنا من المفتكين منه ومن مشاكله. أخوي بخيت، أنا للحين ترى ما كملت الموضوع. حنا أدري عن موضوعك يا عم، أنك تطلب فلوس ولا كافلة، صح ولا لا؟ والله صح، والله صح، أنا كافلة يا أخوي، ما شاء الله عليك ذكي. هي أنا عارفة هذا مبهذلنا وبهذل خلق الله وينحاش. تدري أني متورطن معه في كفالة سيارة، وانحاش وأنا اللي قاعد أسددها، صدق ولا لا؟ أفا والله حالة، بحين أخوه هذا هو مورطة، شلون كذا؟ طيب أخوي بخيت، يعني معقولة ما يمر عليكم وانت هلا يعني؟ لا ما شفناه. تكفى، أنا طالبك إذا لقيته ولا عرفت محله دلني عليه وأنا أمسكه معك. طيب الوالد، يعني ما تظن يعرف عنه شيء؟ ما يمر يسلم عليه؟ لا يدري عنه أبداً أبد. الله يخليك يا أخوي، عطني عنوان الوالد. أقول لك ما يدري عنه وتقول عطني عنوانه؟ تكفى يا أخوي بخيت، تكفى، عطني عنوان الوالد. أقول يا الأخ سم، معك 50؟ نعم 50 ريال. سلف من غير سلف يا حبيبي. أخو ناجي، أخو ناجي. أقول ما تخليها 100؟ أخلي أبوها 100، ليش ما أخليها 100؟ إلا ما قلت لي وين بيت الوالد؟ قول تبي بيت الوالد؟ إن شاء الله. عبد، روح من هنا ولف يمين وثاني بيت على يدك اليسار. تفضل. أقول لا شكرا. أقول تكفى، تفضل. الله يخليك، تكفى، إذا شفت ناجي يعني كلمني. أبشر عبد، أجبرنا. الحقيقة يا عم، أنا ما جيتك بهالوقت إلا عشاني أنا والله محتار. ما أدري سويت الناجح، كفلته بحسن نية، طلع بعد كذا اختفى، وش يطلب طالب فيه؟ طب وش أسوي أنا يعني؟ ما لاقيه لا في البيت لا في العمل لا ولا شيء. طب وش أسوي فيه أنا؟ ما لقيته. الحق لك يا ولدي، والحقيقة ناجي جاب لي المرض. ناجي تعبني، ناجي بالنسبة لي يا ولدي أصبح مفقود يا ولدي. لكن آمر واطلب اللي تبي،
ما يامر عليك عدو يا عم. أنا أبي شيء واحد الله يسلمك، تيجي معي للشرطة زين وتقابل الضابط وتقول أنا أبو ناجي والولد مفقود ومفقود يا ولدي زين، وتكفى بدالي عشان أخلص من المشكلة. تكفى والله يا ولدي، يعني أنت عارف أن الأمور يعني ما هي ب يعني أقول يا عم سب تبي 50 ريال؟ أفا عليك ولدي 50؟ لا يا ولدي لا، خلها 100. أبشر أبشر يا عم، 100 بس أحلى 100. ربي عارف مسألة وراثية يا عم. طب إيه أبشر أبشر يا ولدي باللي طيب خاطرك. أقول لك ما يصير الكلام اللي أنت قاعد تقوله، أنت اللي لازم تحضره بنفسك. طيب الله يسلمك، يعني هذا هو أبو ناجي، أبو ناجي وهو يبغى يكفل كفالة حضورية بدالي، صح ولا لا؟ أنا أشهد، أنا أشهد إني جاي أكفل ولدي بدال الرجال هذا، بس إذا أنتم وافقتم. ها؟ لا ما نوافق إلا نجيبها أنت بنفسك، وبعد كذا ممكن يكفل أي شخص آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت يا ولدي، أنا اللي علي وسويته، حبيت أكفل ولدي ناجي لكن الجماعة الحقيقة ما وافقوا. بلا يداري، ما هو بنت أول واحد ناجي معه. أفا أنت جيت قبل كذا هنا؟ ها؟ إيش ها؟ أنت يا عم جيت قبل كذا هنا؟ من هو؟ مش من هو؟ أنت أنا لا أنا أقول ناجي الله يعيننا على مشاكله. أقول تبي مني شيء؟ أنا بستأذن. والله يا عم مشكور ما قصرت، كنت ابغاك تكفل بس ما نفعت المشكور. يلا السلام عليكم. وين سلام عليكم؟ ناس اني انا اللي جايبك ما معك سيارة يا عم. انتظرنا عند السيارة، بجي الحين واحل الموضوع ذا وارجيك على طول. اقول الحبيب نعم، ما عندك 50 ولا 100؟ اخذ تاكس، ما ودي اتعبك. بس لا تعبني يا عم، تعبنا تحت امرك وتحت امر ناجي وتحت العائلة كلها تحت امرك. زين استناني عند السيارة يا عم. حاضر. استناني يا عم. طيب الحين علي شو الحل؟ اسمع يا اخي يوسف، انت لازم تشوف لك طريقه وبسرعه تجيب لي ناجي هذا هنا، ترى الوقت مو في صالحك. ان شاء الله، بس تاكد اني جاد وحريص على ابنك. تفضل. سلام عليكم. الو. هلا ابو مصعب. هلا والله في الشرطة. وين فيه؟ ادعي له والله يا رجل. ها بشر حبيبي، شو الأخبار؟ الله يبشرك بالخير، لقيت بيته ها؟ أها، وين ساكن هذا؟ منفوحة. والله ناجي، هذا هو ناجي. ما منك، لما اتصل على الشرطة. ألو الشرطة، لقيته والله العظيم لقيته. لقيته؟ من اللي لقيته؟ حبيبي أنا 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 اللي كافل هذا، في واحد أنا كافله زين، تقولون أنتوا لازم أحضره. عموما هذا الرجال هو قدامه الحين، الله يرحم والديك، تعال بسرعة وامسكوه. وين يا أخوي وين؟ تعالوا امسكوه، ضب إيش يعني؟ شلون يعني؟ تعال بكره للقسم وقدم معروض انك لقيته واطلب انه يمسك. هاي بكره الله يسلم عمرك يا عمي، احنا اليوم الاربعاء والحين العصر، يعني يلا يوم السبت كذا مو بنهاش، والله يوصل المريخ. تعالوا يا اخوي. اقول لك اتصل على قسم الحاره اللي انت فيها واطلب منهم انهم يمسكونه وبعدين يرسلونه لنا يا اخي. طيب يا اخوي كان قلت كذا من اول الله يسلمك. طيب خلاص، شكرا. شو انه ما شافني. خلينا اتصل. الو
شرطة؟ والله يا أخو مثل ما فهمتك، أنا ما عندي أي صلاحيات إني أقضب على أي مواطن بدون أوامر رسمية. أنا من رأيي إنك تنتظر ليوم السبت. طيب يا طويل العمر، يعني مو معقول الكلام هذا. افرض إنه هرب قبل يوم السبت، شو أسوي أنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، ما أقدر ما دام إنه ما عمم عنه ولا بلغ عنه، ما أقدر. مع السلامة. يا أخوي الله يسلمك، أنا توني مسكر السماعة، يقول لا عندهم أمر ولا عندهم تعميم يمسكون الرجال، لأن القضية حقت الرجال هذا عندكم أنتو، فاللي يرحم والديك، ارسلونا دورية خلوه يمسكوه، خلونا نخلص. يا أخي لا تضيع الوقت، هذا الرجال طلع من بيته بيروح، ارسل دورية الله يخليك، عطهم أمر أنت. يا أخي ايش فيك نشبه أنت؟ قلنا لك المنطقة اللي أنت فيها ميب تبعنا. ألو يا لا إله إلا الله، وين تروح؟ والله وراك وين ما تروح. ألو يا دوريات، مرحبا يا أخوي. مرحبا. الله يرحم والديك، أنا جالس أطارد في واحد عليه قضية في الشرطة والشرطة تطلبه. إيه طيب، هو قدامي الحين، إيه نازل محل. خلاص خلك وراه وتابعه. إيه؟ وحدد موقعك وبنرسل لك دورية تمسكها. أبشر يا أخوي أبشر، بس لو ترسل دورية. ما نقدر. ما تقدر؟ طيب خير إن شاء الله، أنا وراه لين ما يوقف في مكان معلوم. شكرا يا أخوي. وراك يا قمر وراك. الحين قمت تترجى ها؟ اي والله. ولا الاول قاعد متابعني في كل حاره وفي كل سكه وفي كل شارع. مشتاق لك مشتاق. لا متخفي وما تحسب بس انت لوحدك تعرف تتخفى؟ هذا انا لابس نظاره ومتخفي بعد مثلك. سمعت؟ بعدين انت ايش تبي بالضبط انت؟ ما في شيء. تكلم. اي شيء سوي اي شيء. ولا يرحم ابوك بس الصباح هذا لا يرجع مره، تكفى. زين؟ يا اخوي تعال يا اخوي، تهبلت فيني يا اخي. أنا سويت فيك خير، ليش تسوي فيني شر كذا؟ أنا سويت لك أي خير وأي شر؟ طيب. سمعت؟ إيه؟ شوف سم. مرة ثانية ما أبيك هنا تقعد هنا. طيب. سمعت؟ طيب. وبعدين إذا أنت ما تعرفني أنا تراني كل شر. الظاهر ما شفت الشر بعيوني. لا ما أبغى أشوف، ما أبغى أشوف. ما شفت الشر بعيوني. والله مرعب. سمعت؟ والله مرعب. طيب. إن شفتك مرة ثانية تجي هنا من الجهة لا تلومن نفسك. طيب. راح أخليهم يقولون كان في واحد اسمه يوسف الله يرحمه. الله يرحم أبوك يلا. أنت. يلا تفضل. أيوه انقلع. إن شاء الله. انقلع. إن شاء الله. ولا أشوفك في الحارة ذي أبداً. إن شاء الله. سمعت؟ بإذن الله اسمع. أخناجي. ما تبي 50 بس لا تزعل، ما تبي 50 سلف. 50؟ اي سلف. 50 ايش؟ 50 ريال سلف. خلها 100. خلها 100. ابشر 100. ابشر اي شيء بس اصبعك اصبعك. ابشر 100 احسن 100، احلى 100 لاحلى نادي. يا سلام احلى 100 لاحلى نادي. جيب لنا العيال صامولي وكل شيء. لو ما بعطيك البوك، لو تبي اي شيء اعطيك اي حاجه. معك ما احتاجه. يلا يلا انقلع. ان شاء الله انقلع. اعتبرك اعتبرك حبيبي. مع السلامة حبيبي، مع السلامة حبيبي. يلا يلا. إن شاء الله. ما يراجع رأيه وش أسوي؟ طيب لا تزعل. أرحم أبوك. يلا يرحم أبوك.
يا عمي يا سيدي يا حبيبي، اقول لك رجال وهددني بالسلاح، حط المسدس براسي بغى يذبحني، ودخل بيته من حاش هناك ودخل بيته، وانت تقول لي روح القسم وبلغ، ما يصير يا حبيبي. هذا ما لازم تسجل محضر بلاغ في القسم. لازم محضر بلاغ في القسم. لازم محضر بلاغ في القسم. يا حبيبي يا حبيبي مهددني بالسلاح. طب افرض ما دخل بيتهم، افرض واحد ماشي كذا زين وهددني بالسلاح ومشى، نخليه يروح كذا بلاش؟ ما يصير يا اخي. اقول لك نعم. تراك تضيع وقتنا. طيب هذه اجراءات ايه؟ لابد منها. ايوه تبيه ايه؟ ها ها الحقنا للقسم. خير ان شاء الله. القسم القسم يلا يلا. بعد ما هددني بالسلاح انا اتصلت على الدوريات على طول، قامت الدوريات جابتني هنا القسم عشان ابلغ. والله يا طويل العمر انه حاط المسدس هنا. يا الله اعصابي كذا 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 تسوي كذا تسوي. وهذه القصه. اها اجل قمها الحين نصلي وبعد الصلاه نجي نكمل المحور. بنصلي ان شاء الله بنصلي، لكن ترى هالرجال ذا ناجي ذا خطير والله والله خطير، وانا خايف انه ينحاش، وهو داري ترى درى اني اراقبه واتابعه. ايه ادري ادري انك تتابعه، لكن انت تتابعه علشان القضيه الاولى، قضيه الكفاله اللي في القسم الثاني، اما عندنا عندنا قضيه حامل سلاح. طيب يا اخوي الله يبارك فيك، يعني على الاقل ارسلوا دوريه عشان تجيبه. بنجيبه بنجيبه ان شاء الله، لكن لازم يكون في معلومك انك لازم تجيب ورقه قبل يوم السبت. تدري ليش؟ ليش؟ لأن الرجال ما عمم عنه. الشيء الثاني إنه لو جاب كفاله الآن طلعته، هذا إذا ثبت إنه أشهر السلاح في وجهك. السبب الثالث إن القضية هذه لا تمت بصلة إلى القضية اللي في القسم الثاني. لا تمت بصلة؟ إلا والله يا طول العمر تمت ونص. هذا الموضوع هو أساس الموضوع نفسه. الله يرحم والديك الله يرحم والديك. خلنا أقصد بالقسم الثاني عشان يقولوا لك إنه مطلوب عندهم. تكفى لا تطلب أحد، ماني مكلم من أحد يا أخوي. شفت هذه مهي بشغلتي، وأنا ماني مسؤول عن شيء. أنا شغلتي الآن أني أحقق في قضية إشهار السلاح في وجهك. وهالحين نروح نصلي العشاء، وبعد صلاة العشاء أروح معك فرقة بحث، ها تجيبه هنا ونحقق معه ونشوف قصته زين. زين انت شلون كذا؟ وش تبي انت؟ وش تبي؟ قاعد طقك بمانا. وش تبي انت؟ وش تبي؟ وش تبي؟ وش تبي؟ ايش تبي اقري الحياه يا كذاب؟ واجيك اقول لك اخوك ناجي وين؟ تقول ما اعرف من حاش كافله. تفضل هذا الشرطة والبحث، ها؟ يبي يطلعون أخوك من إذنه كذا يا كذاب. يكون اللي يكون، أخوي جوا، ها؟ ولا يقدرون يدخلون عليه لأننا عارفين النظام، ما حد يقدر يدخل جوا. يا بخيت. نعم. من عند الباب. يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. أفا، أنت يا عم؟ أنت تكذب؟ تحلف بالله انك ما شفت ولدك وانه مفقود ومش وانا اقول الله يسامحك، شايفني كذا متمرمط في الشرطه وساكت، الله يسامحك. بس اقول انت لك معارف ولك علاقات، سمعت؟ اطلع من هنا وروح راح اقلب وجهك، ولا عاد اشوفك مره ثانيه معتب على عتبه بابنا. ان هالعقال يموسدك تموسد برا. يلا المطلوب اللي اسمه ناجي احضرناه. خله برا وجبه بعد شوي. مثل ما قلت لك ومثل ما عرفتك، ترى اذا جاب كفيل ابطلعه. افا احنا شلون تقبلون انه يجي واحد ثاني ويكفله ويتضرر مثل ما انا تضررت؟ بحال لو ناجي هذا هرب مره ثانيه، وش اسوي انا؟ انا لي قضيه معاه حمل السلاح فقط، غيرها ما اعرف. هلا هلا والله بأخوي يوسف. وينك وينك؟ صرت أدور عليك، صار لي فترة طويلة وأنا أدور عليك. أقول الجماعة يبون كفيل علشان يكفلني. تكفلني بالله؟ إيش أسوي فيه؟
العصفور وانطلق. أهلا وسهلا، حاسبك صديق وأخو، وقلت الحين ما شاء الله يوسف ناوي يكفني، لكن للأسف خيب ظني. شفه صقر صقر طال عمرك الرجال النشمي، واعتبر الموضوع بكرة الصباح من حل إن شاء الله في الشرطة. هذا الكفيل سلام يا تفضل. حل الموضوع أقول هي حبيب هي 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 يا شرطة يا ناجي.